الطريق يفتقر هواي شغلات، يعني من هال يعني التبليط كله مكسر محفر. هذاك الشارع الثاني السايد ما ينفتح، ما نعرف ليش، والشغل بالتبليط يعني حل متاخر. يعني المفروض هذا الانجاز يعني من وقت يصير تسرعون به، يعني هواي بطيء العمل به، بطيء كلش، كلها حوادث، عوائل كامله تروح به، لان يعني كان سايد واحد وبالليل خاصه، يعني بالليل يصير اكثر الحوادث بالليل.